نجاهد مثلك ومثلك نضحي الدم، إلنا جروح مثل الصغر تتبسم يا مظلوم واس جروحك، يا شرفت الدنيا بروحك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. الهريسة من الأطباق التي تعتبر أساسية وضرورية في عاشوراء، ومن الشعائر التي يصر الكثيرين على الحفاظ عليها. فثمت رواية تقول إن طبق الهريسي يعود إلى العام 61 للهجرة، حيث أقدمت السيدة زينب عليها السلام على طبخ مقدار من القمح والشعير لإطعام النساء والأطفال بعد وصول موكب السبايا من العراق إلى الشام. واليوم إعداد الهريسي مكلف جدا نظرا لغلاء المكونات من القمح واللحوم، عدا عن المدة التي يستلزم طهوها، ناهيك عن الجهد الذي يبذل في التحريك. ورغم ذلك فإعداد الهريسي يتم بكل حب، ما يعكس الارتباط الروحي والديني بالذكرى ومواساة أهل البيت عليهم السلام. سبحانه وتعالى وشايفنا أهل البيت وكل شيء عنا، إنه ما هالغلا يعني بالنسبة لأهل البيت، من أيام أهلي إنه منساوي وبتعمي كمان وهينا الحمد لله رب العالمين. وفي شيء بيشدك يعني تعمليها كل سنة إنه أهل البيت الحسين اللي بدك تعملي تضحي قدامهم شوي، عرفت كيف؟ كل شيء عم نسويه كله على حب أبو عبد الله الحسين، قد ما دفعنا وقد ما سوينا كله فداء الإمام الحسين، فداء أهل البيت. بس عن جد جهد كتير حلو وكتير منكون مبسوطين نحن عم نشتغلها، وعن جد بتكون ميسرة ومسهلة وبحب، بيقولوا الأجر على قدر المشقة والحمد لله. يعني الله يوفقنا ونضلنا مستمرين، وكل سنة إن شاء الله الله يوفقنا لحتى نعمل من جدودكم لأولاد. من جدودنا لأولادنا إن شاء الله عطول. كسبا للأجر يأتون ليس من منطقة قريبة فحسب، بل حتى من مناطق بعيدة. نحن من الأجر، نحن فداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. بكل مجالس عاشوراء بالعشر أيام من ضلنا حتى كمان لحدود الأربعين. تجي منين؟ من نبشين عجنوب. عجنوب أجر وين في ذكرى، وين في عم يعمل هريسة وإله أجر بأجر، إله أجر أجر عظيم. ومتطوعون ينذرون وقتهم كله فقط للسكب والتوزيع كبارا وصغارا. بيجي بوزع وفدا الامام الحسين. يعني انت بتجي من البيت لهون بس تعرف عم يعملوا هريسه لتوزع معهم؟ اكيد. ليه؟ عشان فدا الامام الحسين، وهيدا ولا شيء اللي عم نقدمه، ما بعوض شيء الامام الحسين، هيدا اجر وهيدا ولا شيء اللي عم نعمله كله فدا اهل البيت. ما بنتعب كرمال الامام الحسين. يعني انتوا ربيتوا على هالقصه؟ اكيد، نحن من اول ما خلقنا لهلا على هالنهج وعلى الخط. وما منتركوها. الحمد لله رب العالمين، تحت الكسر تحت جدارات السور خدمة أبا عبد الله، ما منتركها لو بدنا نموت. يا حسين أنا دعك المحب، الله الشباب ينتحب، فدوى الشباب الأكبر أفني على الشباب، أبجيك وانطم على الصدر مول الثواب. وعليه وبالرغم من التكلفة المادية المرتفعة إلى حد ما خصوصا في هذه الظروف والمجهود الشاق الذي يستلزمه طبخ الهريسي، يسرونهم على إعدادها في عاشوراء مواساة للإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته. أشزن هاشم، أنبيان.